requirement. Fine. حاجة أخيرة أحب أقولها بس رجاء يعني مش بندور إحنا على الإرضاء بتاع العميل بتاعنا، بمعنى أنت راجل بتبيع برنامج بتاعك ما تدورش إنه يكون مبسوط من البرنامج بتاعك، ده مش كفاية. إحنا بندور على كلمة اسمها ولاء، بمعنى إن لو اشترى منك برنامج وعجبه جدا 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 وانبسط بيه قوي قوي قوي، بعد بكرة هيروح لصاحبه يقول له فلان عمل لي برنامج حلو قوي يا ريت تخليه هو يعمل لك برنامج يعني. تاني. بالظبط كده، بندور على الولاء وليس الإرضاء. أيوة.